كان لنا هذا اللقاء مع أساتذة وخبراء مدينة برج العرب للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية. معنا الأستاذ الدكتور محمد رشاد رئيس قسم التكنولوجيا الأراضي والمياه، ومعنا الدكتور حسن شكري في معهد هندسة التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة، ومعنا الدكتورة فاروق الغاضي الدكتورة مروة فاروق الغاضي الباحث بقسم هندسة التكنولوجيا والتصنيع في معهد هندسة التكنولوجيا والمواد الجديدة. الأستاذ الدكتور محمد رشاد هو الحقيقة طبعا ليه في مجال المياه أنشطة عديدة ومتنوعة، وهو طبعا في اللجنة العلمية لمؤتمر تكنولوجيا المياه، وليه يعني من الكثير من الأبحاث هنا وفي ألمانيا وأنشطة دولية متعددة، والحقيقة أنه هو ليه يعني إضافات علمية كثيرة، وهو من الباحثين المتميزين في هذا المجال، وفرصة أن احنا يعني نقدر نستفيد من علمه ومن خبرته ومن رؤيته في موضوعات المياه الجوفية. ان احنا مصر في امس الحاجه الى توفير مصادر بديله للمياه، وايضا الطرق الحديثه. هيحدثنا الدكتور محمد رشاد عن الطرق الحديثه في مجال الري والتقنيات الحديثه في الري في ظل نظره المياه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بودي اشكرك لحضرتك جزيل الاستضافه الكريمه. بالنسبة للمؤتمر الدولي 15 للتكنولوجيا في المياه، طبعا الجمعية الدولية للتكنولوجيا المياه من الجمعيات العريقة في توجيهها للأبحاث الحديثة في تكنولوجيات المياه وترشيد استخدام المياه، طبعا بقيادة الأستاذ الدكتور مجدي أبو ريان. ده المؤتمر 15، يعني 15 سنة مؤتمرات نشر كبيرة بينشر فيها أكثر من 1500 درس منشورين. إلى جانب السنة دي أو المؤتمر دوت تم اعتماد الجمعية كانترناشونال أسوسيشن، يعني كانت جمعية تكنولوجيا المياه كانت جمعية محلية، دلوقتي بقت انترناشونال أسوسيشن، بقت جمعية دولية. وحضرتك شايف الناس اللي حاضرين من إيطاليا وألمانيا واليونان وبعض الدول العربية. لا بقى في انترناشونال جورنال كمان. خلاص بقى انترناشونال جورنال هتبقى رانكت، وده فرصة كويسة جدا للزملاء الباحثين سواء في مدينة الأبحاث العلمية عندنا أو في كليات الزراعة وكليات الهندسة وكل من هو مهتم بتكنولوجيا المياه، سواء سبل الري الحديثة أو ترشيد استخدام المياه أو تأمين المياه اللي هو الووتر سيكيورتي. وفي نفس الوقت الزملاء اللي بيشتغلوا في الاستشعار من البعد واستكشاف المياه، سواء في كذا باحث من ايطاليا برضه مقدمين ابحاث، في حوالي 4 أو 5 من ايطاليا مقدمين ابحاث عن الووتر سكيورتي والريموت سنسنج والاستشعار من البعد. بالنسبه لدور مدينه الابحاث العلميه او التطبيقات التكنولوجيه، احنا عندنا قبل الايام الجايه بديها كده دفعه ان شاء الله، يعني عايزين الدوله تمشي ورا العلم. هو بحكم وجود المدينه في مدينه برج العرب الجديده، حضرتك تعلم ان مدينه برج العرب الجديده بتضم حوالي 40% من الصناعه المصريه، بس النشاط الزراعي فيها الى حد ما قليل شويه. فدور المدينه من الناحيه الزراعيه بينحصر في وجود معهد بحوث زراعه الاراضي القاحله، والمعهد ده له نشاط كبير من برج العرب وحتى السلام في مشروعات، اشتركنا في مشروعات كثيره جدا من ضمنها مشروع صون النباتات الطبيه والعطريه على مستوى الجمهوريه، وكان المجموعه البحثيه الموجوده من معهد الطبيه والعطريه. مشروع خاصه من المدينه في منطقه الصحراء الغربيه غنيه بالموارد الطبيعيه، واحنا على امل ان الصحراء الغربيه دي هترجع تاني سلة الغلاف بتاعت مصر بإذن الله. كان في مياه كان بتعتمد على الآبار الرومانية ومصايد الأمطار. الرومان طبعا كانوا في منتهى الذكاء وعاملين آبار بتترمم حاليا أو تم ترميمها وتم يعني تجهيزها إنها تعمل كاتشمنت لمياه الأمطار، بس برضه ربنا سبحانه وتعالى لسه الأمطار مش بالكم الكبير اللي نقدر يعني النوبيان الخزان النوبي. ما المشكله ان النوبيان ساند لايم ستون في تحت منه مياه جوفيه، بس زملاتنا اللي في معهد بحوث المياه لما جم عملوا حصر المياه اللي موجوده وجدوها انها مياه مالحه،
براكش. براكش يعني مش براكش، هي تعتبر سولت انتروجن من ميه البحر. يعني الساحل الشمالي الغربي، الارض اللي على الشمال دي بينها وبين البحر المتوسط حوالي بالكثير 4-5 كيلو. طب المدينه ما لهاش اي مجال في تكنولوجيات؟ في الزملاء، الزملاء في المواد الجديده، الدكتوره مروه هتتكلم عن ازاي بيعملوا روتا ديسالينيشن. انا هتكلم من الناحيه الزراعيه، وفي نفس الوقت هدي هند احنا اتعاملنا ازاي مع الزملاء في المواد الجديده في عمل حسب مشروع. فاحنا عندنا مزرعه تجريبيه 30% فيها نموذج لاستخدام المياه الوافيه في الري وترشيد استخدام المياه نهر النيل. كبايلوت يعني كمشروع من الجديد؟ تمام كده. استخدام مياه نهر النيل من خلال ترعه بهيج. فاحنا عندنا نظم الري اللي قدرنا نحكم انها الايديال او الاوبتيمم سيستم لمصر هي الري بالطبيعي، هو الري بالطبيعي. نظرا لان درجه الحراره في مصر درجه حراره مرتفعه فالايفابوريشن بيبقى عالي، لو استخدمنا ري بالرش فنسبه استفاده النبات من الري بالرش بتكون حوالي 40% من 30-40%، مش اكتر من كده. والباقي بيحصل له ديسبرجن بسبب الرياح، وفي نفس الوقت في اهدار يعني بسبب البحر. في اهدار، بس ممكن نستخدم الري بالرش في حاله استخدام المياه، في حاله استخدام العناصر المغذيه او التسميد الورقي نستخدم الري بالرش. انما في حاله اشجار الفاكهه او بعض عصير الخضروات بنستخدم الري بالتنقيط، لان هو النظام الامثل في ترشيد استخدام المياه، لانه بيدي الاحتياجات المسبقه للنبات وبيتم التنقيط في منطقه الجزر فقط، ما بيحصلش تهدير للكلام للمياه. وفي نفس الوقت بنحاول نجرب في المزارع التجريبيه الاصناف الجديده من الرز اللي طلع من وزاره الزراعه، بيستخدم تلت كميه المياه، ما بيحصلش شكل، بيزرع الارز على خطوط. الارز اصلا بياخد كميات كبيره. بياخد كميه كبيره، بس حاليا قدروا يعملوا طريقه ان هو وزاره الزراعه بالذات قدروا ان هم يستنبطوا صنف وفي نفس الوقت يخترعوا طريقه في الري يستهلك تلت كميه المياه فقط. كويس. فالمزرعه التجريبيه بتاعتنا شغاله شغل امثل من ناحيه الانتاج النباتي، وفي نفس الوقت من ناحيه صون الاراضي من التدفق. الابحاث المشتركه من ناحيه تنقيه المياه من التلوث حصل مع الزملاء في معهد الكوبريجا المتقدمه المواد الجديده، ان احنا قدرنا نستخدم الاراضي الاداريه مع متراكب من الغولم الحيوي نقدر نستخدمه في تنقيه مياه الصرف الصناعي. يعني عناصر اللي بتطلع في المياه المروسه من الصرف الصناعي عناصر ثقيله زي الكادميوم والكروميوم، قدرنا ان احنا نعمل متراكب كفاءته توصل ل 90% في تنقيه هذه المياه، وبالتالي نقدر نعمل ريسايكلينج تاني للميه دي نستخدمها في ري، بس في ري النباتات التي لا تقوى، يعني نباتات الزينه الخشبيه والسطحات الخضراء عموما، يعني السطحات الخضراء. فنرجع تاني للمؤتمر بتاع تكنولوجيات المياه، هو فرصه عظيمه لكل باحث بيشتغل في هذا المجال ان هو ينشر اسمه جورنال مثلا، في نفس الوقت يحتك بعلماء الجيل من الدول الخارجيه. نشكرك دكتور محمد. يمكن حضرتك اشرت لنقطه مهمه جدا الموجوده في مدينه مبارك، ان في قسم من الابحاث التكنولوجيات المتقدمه والمواد الجديده في معهد. يمكن الدكتوره مروه تمكن لنا الضوء كده يعني في مجال تحليه الميه. مجال تحليه الميه المعهد عندنا بيعتمد على تصنيع مواد جديده وتكون متقدمه في النانو سكيل، بنحتاج ان هي مركزها دلوقتي يعني بقى في نانو تكنولوجي يعني كويس علشان خاطر نزود الافشنسي بتاعتها للعناصر الثقيله زي ما قال الدكتور محمد. وطبعا حضرتك عارف ان احنا في مدينه برج العرب عندنا مصانع كتير منطقه صناعيه اساسا، كل المصانع دي بتعمل شارج للويست بتاعها في البحيرات بحيث ما يجيش تمام، يعني ترمي المخلفات بتعمل عن طريق تخزين المواد ليها كفاءة عالية جدا لإزالة المعادن والعينات الصقيلة، سواء المعادن الصقيلة أو أي مواد ضارة بيتم صبها في خروجها من المصنع للبحيرات. فاحنا هدف المعهد بتاعنا إن احنا نحضر مواد ليها كفاءة عالية جدا لإزالة العينات الصقيلة دي أو أي مواد ضارة بيتم خروجها من المصنع. فاحنا دلوقتي الحمد لله نجحنا في تحضير مادة اسمها زيركونيا بندير، دي مبادئ قديمة حضرناها في النانو سكيل وكفاءة عالية جدا بتوصل
95% من الأيونات الثقيلة عموما بره عين، وخاصة الكادميوم والكوبالت، وليها برضه كفاءة لإزالة العلامات المشعة، فممكن نستخدمها في جهة الصرف، معالجة مياه الصرف المتخرجة من المفاعلات النووية عموما، زي ما حضرتك عارف. بعد كده هيبقى في محطة مفاعلات نووية جديدة المفروض إن مصر هم بقوا شكاكوا دلوقتي الموضوع هيبقى فيه ولا مش هيبقى فيه بعد الثوره. الكلام ان فيه يعني لسه فيه لسه من اسبوعين قايلين ان هيعملوه. فيعني في الماده اللي احنا الحمد لله صنعناها ممكن تستخدم في معالجه الماي ستاف اللي طالعه من المفاعل النووي اللي ان شاء الله هيعملوه. يعني هي لو يعني لو لا قدر الله الموضوع ده ما كملش، هي حاليا الماده بتستخدم في ازاله المعادن الثقيله العاديه اللي خارجه من محرفات المصانع الموجودة حوالينا. نعم. تمام؟ قلنا في اتجاه تاني برضه ماشيين فيه، ان احنا بنحاول نخلط بوليمرات جديدة ليها كفاءة لإزالة المعادن المواد الصلبة المعلقة من مصانع السيراميك والبلاط، عشان المواد المعلقة دي وجودها في المية بيعمل طبقة عازلة ما بين الهواء ما بين المية في البحيرات، وبتسبب ان الثروة السمكية طبعا بيقل. فبناء عليها بنحاول نخرج الويست بتاع المصنع ده بأقل تركيز لعناصر المواد المعلقة دي. فبنحاول دلوقتي يعني الحمد لله اكتشفنا بوليمر جديد برضه في إطار المواد الجديدة، يعني إن هو له كفاءة عالية برضه تقريبا فوق 90%، عمل على تجميع المواد الصلبة دي وطلع مية رايقة زي ما تشرب. فده كده في اتجاهين، سواء استخلاص من بوليمرات جديدة أو تحضير مواد جديدة في نانو تكنولوجي. في بقى اتجاه تانية بيتم ان احنا بنخلط زي ما الدكتور محمد قال، بنعمل تركيبات من البوليمرات دي مع مواد النانو ماتريال المخلقة، عشان خاطر نحسن كفاءة تشغيل المواد النانو ماتريال. حضرتك عارف ان المواد النانو ماتريال دي طبعا البارتكل سايز بتاعها قليل جدا، فاستخدامها في الباكينج ماتريال في كل في عمود المعالجة بيبقى صعب جدا، عشان هي ليها نانو سايز، فبيحصل لك بتتضغط جوه عمود المعالجة، وبالتالي بيبقى صعب ان احنا نستخدمها ان المصانع تستخدمها، يعني كابلكيشن بيبقى صعب في الابلكيشن. فاحنا بنحاول بقى نعملها متراكب مع بوليمر تاني، احنا سواء احنا محضرينه او بوليمر جاهز، بحيث ان نزود كفاءة استخدامها في برج المعالجة. تمام؟ حضرنا متراكب، يعني مادة الزرقانية من جديد حضرنا منها متراكب ونشرناه مع مادة البوليفينال كلورايد ومع مادة البوليفينال الكول ومع الأجينيت. تمام؟ ولقينا إن المتراكب ما بيقلش كفاءة المادة خالص، بالعكس يعني لو ما تسويتش بيبقى بيحسن الكفاءة بتاعتها، وممكن التحسين بيبقى بدرجة بسيطة جدا، لأن هي أساسا المادة ليها كفاءة عالية جدا.